اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. للبرنامج الأكل، هنا عندي برنامج الأكل. أنا دايرة كندير كل أسبوع برنامج ديال الأكل، يعني دايرة حتى دايره كاتبه كل الاكلات اللي انا كنعرف اللي كنتقن ديال اللحم في واحد الصفحه. كنجي لواحد الصفحه كنكتب فيها كل اللي صلاد اللي انا كنعرف وكنتقنها. ولادي كيبغوها طبعا، ما غاديش نمشي ندير واحد الحاجه ولادنا ما كيبغوهاش وسطنا ما كتبغيهاش لاننا حنا كتعجبنا. لا، كنجيو نشوفوا شنو هو الاسره اللي كتاكل وتحب في الاكل، وكنجي من اللحم وكنجيو كنشوف حنا واش كنتقنوا هذيك الاكله اللي كتبغيها الاسره ديالنا. الا كنا كنتقنوها كنكتبوها، مثلا طاجين باللحم، طاجين بالبرقوق، طاجين يعني انواع اللحم كيفاش كنحضرها، كنكتب واحد الصفحه اللحم كذاك اللحم كذا حتى نكمل هيك الصفحه كان بوجبات اللي انا كنتقن ولادي كيبغوها. كنجي لواحد الصفحه اخرى كنكتب كل الاكلات اللي فيها الدجاج وانا كنتقنها ولادي كيبغوها. ضروري نكون انا نتقنها ولادي كيبغوها، ما غاديش ندير ولادي يبغوا شي حاجه وانا ما كنتقنها نمشي نخربقها، وما غاديش ندير شي حاجه انا كنتقنها ولادي ما كيبغوهاش نضيعها هكاك. يعني خاص هاد جوج حوايج يكونوا كنتقنها وانا قد نشريها ولادي كيبغوها. يعني كنجمع عاوتاني هيك الصفحه ديال الدجاج، واحده ديال الحوت، واحده ديال لي سلاد، واحده ديال الشربات والحريرات، وواحده ديال الديسير، حتى كنجمع كل هذوك الصفحات. كنجي من هذاك الصفحات كنجي كنعمل اربعه ديال البرامج للشهر، كل اسبوع برنامج باش يكون تغيير وما يكونش ملل. وانا حتى الاشياء اللي عندي في الدار كندير عليها هذاك البرنامج ديالي. مثلا عندي لا كريم باتيسير بزاف وخاصني وبطم، يعني فات عليهم يعني واحد الوقت ما درت منه حتى شي حاجه، كندخل جوج ثلاثه ديال الاشياء فيها لا كريم باتيسير في الاسبوع. عندي مثلا الفراوله في الثلاجه بزاف ياسرة او كثيره، وانا ما غادي ندخلها حتى هي في هاد في السلاد في العصير في يعني غنصاوب بها. الاشياء اللي عندي غادي نحاول نطيبها ونستعملها في الاسبوع. لهذا البرنامج ديالي كيمشي على الاشياء اللي عندي في الدار، الاشياء اللي انا كنتقنها وكيبغوها ولادي. هنايا عندي كنبداو بالغدا، نهار الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه، السبت، الاحد. النهار الاثنين في هذا الاسبوع هذا عندي طاجين بالدجاج، بطاطا مقليه والسلطه. نهار الثلاثاء عندي فاصوليا او العدس والسلطه. نهار الاربعاء عندي طاجين باللحم والسلطه. نهار الخميس عندي شرايح الديك الرومي، بطاطس في الفرن، سلطه او بوري ومعها بوري بطاطا بوري او الروز والعصير. الجمعه عندي سباغيتي او نوع من الكسكس واللبن، يعني ماشي كل جمعه انا كندير كسكس لانه عندي سباغيتي وعندي المكرونيه خاصني ندخلها. هنايا درت سباغيتي او كسكسو الكسكس باللبن. السبت عندي السمك، السردين، سلطه مغربيه، عصير ليمون. سلطه مغربيه كلنا عارفينها، البصل ومطيشه وشويه ديال الفلفله. وعندي عصير الليمون لانه طبعا مع السمك ما غاديش ندير الفواكه، لكن عصير الليمون يتماشى مع السمك. نهار الحد اي طعام جاهز في المجمد، اي شي حاجه لانه راحه، اي شي حاجه من المجمد. نهار الاثنين العشاء عندي حريره والتمر. نهار الثلاثاء عندي عجه بالبيض يا اومليت وزعلوك بالدنجال او بالفلفله. نهار الاربعاء عندي البغرير والحليب وياورت. نهار الخميس عندي الكيك والحليب. دائما حنا كنديروا غوتي هو عشاء، واللي بغى شي فاكهه راه كيشدها بالليل. يعني دائما عندنا غير الوجبه واحده رئيسيه الا ما كانوا عندنا ضياف ولا شي حاجه، وهذا العشاء كيكون غوتي ومنو عشاء. الجمعه كنديروا بطبوط والشاي وعسل وزبده. السبت ساندويتش سلطه بالفواكه، والاحد كريب وقهوه. هاد العشاوات او وجبه العشاء اللي كتشوفونها حريره بالتمر وهذا راه ما كتكونش عندي متاخره بالليل، يعني هادشي خاصو يكون ما بين من 8 لتحت. حتى
8 ديال الليل، 7:30، 7، 6، وهذه هي الوجبه ديال العشاء. ومن هالكوتي نفس الوقت من هالكوتي، يعني العشاء الى موراها الا بغى شي واحد شي فاكهه، شي ياورت في الدار، زبادي ياكلوا صافي. هنا كنخلي الملاحظه، بحال مثلا غيجيني شي واحد والله عندي شي حاجه في الثلاجه كثيره، كنغير هنايا، كنخلي الملاحظات. شفتوا هذا هو البرنامج الاكل ديالي، نتمنى يفيدكم بشي حاجه. نجي للبرنامج الواجبات ديال الليل، كل ليله كنديرها. برنامجي ديال الواجبات اللي كل يوم كنديرها كل ليله، الاثنين خاصني نخرج الطعام من المجمد ليوم الثلاثاء والاشياء ديال الفطور. اش كندير انا؟ عندي كتكون عندي كرواسون في المجمد والخبز والملوي واي كل شي حاجه ديال الفطور، ولكن ما كنخرجهاش من المجمد مباشره، كنخرجها من المجمد ديال التحت ديال بيت الخزين، كنجيبها للمجمد ديال الكوزين. علاش؟ او ديال المطبخ، لانه انا كنهز الخبز وكنهز الملوي وكنهز الكرواسون مجمده وكنديرها تسخن. الا خرجتها وخليتها خارج المجمد ليله كامله كتصبح تفرتت، كتفرتت. نخرجها مجمده وكنسخنها، ما يخسر ليها والو. نهار الثلاثاء كنخرج بالليل، كنخرج الخبز للفطور وكنطلعو عاوتاني نفس الشيء للمجمد ديال الفوق، وكنخرج اللحم اللي غادي ندير نهار الاربعاء او الديك او اي الاشياء اللي غادي ندير نهار الاربعاء. يعني كل نهار بالليل كنخرج الاشياء اللي غادي نستعملها غدا من المجمد، يعني هذه كتذكرني بالاشياء اللي انا غنديرها. وهكا يعني هذه هانتوما كتشوفوا، كنخرج الاشياء من دايره بحال مثلا نهار الاثنين كنخرج الاشياء اللي غنطيب نهار الثلاث، نهار الثلاث كنخرج الاشياء اللي غنطيب نهار الاربعاء، نهار الاربعاء كنخرج الاشياء اللي غنطيب نهار الخميس، نهار الخميس كنخرج الاشياء اللي غنطيب نهار الجمعه، نهار السبت كنخرج الاشياء اللي غندير نهار الحد، ونهار الحد بالليل كنخرج الاشياء اللي غادي ندير نهار الاثنين. هكا يعني نهار كيجري على نهار، نهار كيجري على نهار بهذا المعنى هذا. كل يوم اخراج القمامه من البيت خارج البيت، هاي شتو هذه ديال الواجبات اليوميه. شتو، نتمنى تكون فدتكم. هذا هو البرنامج اللي معلق عندي على الثلاجه.